سيدنا صباح الخير عليكم كوتش امير كيتفي لكم بويكاند. دونك هذه الحلقه ما غتكونش بزاف كارديو مي غتكون غوفورسوم ماشي بحال الحلقه اللي فاتت الحلقه الثالثه اللي كان دو لو فونتر في الدار وكنتمنى تكون تنال الاعجاب ديالكم. هذه الحلقه غادي نحتاجوا جوج ديال الماتيريال، غنحتاجوا ستيب والطابي. لو ستيب حتى اللي ما عندوش لو ستيب يقدر يدير كرسي مثلا او لا فوتي. دونك الا بغيتوا تعرفوا هذا البروغرام ديال لي تريسبس يلا معايا. كنتمنى الحلقه الرابعه تكون نالت اعجابكم ديال المسكول ديال التريسبس. سي تو بلي مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا عطيتكم بزاف ديال لي زيسمو، عطيتكم بزاف ديال لي شوفمون. هاد الحلقه ديال اليوم سبيسيال دون فورس مسكولا. دونك هاد المسكول هذا كيبغي يسخن مزيان قبل ما نخدموا، علاش؟ حيت باش ما يبقاش لي فان موفمون ولا لي طوندور ديالي ولا المسكول ديالي يبقى لي دو شيلو. ولو سي تي في والكوتش امي كيتوعدكم شاك ويكاند مع العشرة د الصباح نهار الحد باش حط لكم لي بروغرام ديال الناس اللي عندهم مشاكل لو بوا. والويكاند الجاي كنوعد هاد الناس اللي عندهم مشكل لو بوا باللي غادي يكون واعر 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 بزاف. دونك نتلاقاو الويكاند الجاي على لو ستيف.